كيفية فتح الشاكرا الروحية الخاصة بك. إن الشاكرا مسارات هائلة للطاقة في أجسادنا، تقوم بالتحكم في الصفات النفسية لدينا وفقا للمعتقدات البوذية وأيضا الهندوسية. يقال أن هناك 7 أنواع رئيسية من هذه الشاكرات، 4 منها من الجزء العلوي من الجسم وتتحكم بالصفات العقلية، و3 منها في الجزء السفلي من الجسم وتتحكم في الصفات الغريزية، وهي المولادرا وهي شاكرة الجزع، سفديستانا وهي شاكرة عظام العجز في العمود الفقري، المانيبورا وهي شاكرة منطقة سرة البطن، الأناهاتا وهي شاكرة منطقة القلب، أما الفيشودا فهي شاكرة منطقة الحنجرة والرقبة، الأجنة وهي شاكرة الحاجب أو العين 3، والساهسرارا وهي شاكرة التاج وترمز لقمة الرأس. ينبغي أن تعمل الشاكرات وفقا للمعتقدات البوذية والهندوسية على المساهمة في صحة الإنسان، حيث تتخذ الغرائز مع المشاعر والتفكير، وبعض من مسارات هذه الشاكرات لم تفتح كاملة كما ينبغي، أي أنها تعمل كما كانت عند ولادتنا، وبعضها أكثر نشاطا والبعض الآخر يعتبر مغلقا تقريبا، ولا يمكن تحقيق السلام الذاتي عند عدم توازن هذه الشاكرات.